لو دورنا في حياتنا على أغلب الناس اللي حققوا تقدم ونجاح كبير في حياتهم هنلاحظ إن دايما كان في حاجة كبيرة مشتركة ما بينهم، حاجة كانت دايما مخليهم متميزين عن الناس اللي حواليهم، حاجة صغيرة عملوها وهم صغيرين خليتهم يحققوا نجاح كبير جدا في سن مش كبير. هنلاقي إن الحاجة دي إن هم من هم صغيرين عرفوا يحددوا دماغهم بتحب إيه، عرفوا يحطوا لنفسهم هدف ويحطوا باث يمشوا فيه عشان يحققوا الهدف ده. أول إكزامبل عندنا مارك مؤسس فيسبوك. مارك بدأ بروجرامينج من هو عنده 15 سنة، دخل كمبيوتر ساينس تميز فيها، عمل فيسبوك ودلوقتي زي ما احنا شايفين من أنجح وأغنى الشخصيات في العالم. تاني إكزامبل عندنا شخصية طبعا كلنا عارفينها، محمد صلاح. محمد صلاح اللي يتابع قصته هيلاقي إنه بدأ من الزيرو من هو لسه صغير، من طفل مصري بيلعب في الشارع، بعد كده مراكز شباب، بعد كده الدوري المصري في أندية مش قوية قوي، بعد كده راح الدوري الانجليزي ما توفقش هناك جدا، بعد كده راح الدوري الايطالي ورجع تاني الدوري الانجليزي بقوه، ودلوقتي زي ما احنا كلنا شايفين من اغلى واحسن اللعيبه في الدوري الانجليزي ويعتبر احسن لاعب عربي موجود. خلونا مع بعض نتخيل شاب صغير في جريد 8. الشاب ده عارف يحدد من هو صغير دماغه بتحب ايه، عارف يلاقي الباشون بتاعه. خلونا نقارن حياته مع زمايله اللي حواليه بعد سنتين، مش هقول لكم بعد 5 سنين او 10 سنين، لا بعد سنتين بس. هلاقيه فعلا انه بدا يتميز في مجال معين عن الناس اللي حواليه، هلاقيه حاسس انه حياته ليها قيمه، انه فعلا مفيد وانه فعلا ممكن يقدر يغير في حاجه كبيره قدام شويه. الشخص ده كبر اكتر، دخل الكليه وتخرج، هلاقيه انه شغال فعلا في حاجه بيحبها جدا، حاجه لاقي نفسه فيها، حاجه شايف انه ممكن يقدر يغير فيها جامد جدا ويعمل فيها طفره. ده عشان هو بس عارف يحدد من هو صغير هو عايز ايه، عارف يحط لنفسه هدف ويحط لنفسه باث يمشي فيه عشان يحقق الهدف ده. من الكلام اللي فات ده نقدر نقول انك فعلا عشان تبقى متميز عن الناس اللي حواليك، علشان تبقى ناجح، يبقى لازم من دلوقتي تحاول تلاقي دماغك بتحب ايه، لازم تحاول تحط هدف لحياتك من دلوقتي وتحط باث تمشي فيه عشان تحقق الهدف ده. واحد هيقول لي طيب كلام كويس جدا بس انا فاشل، انا ما فيش حاجه معينه بحبها، انا دماغي مش كويسه في اي حاجه، انا مش ما عنديش فيجن معينه عن مستقبلي. هقول لك لا، انت مش فاشل، انت بس مش عارف. والحل انك تحاول تجرب حاجات كتير، تدخل نفسك في حاجات كتير لحد ما تلاقي الحاجه اللي هتحمسك، الحاجه اللي هتلاقي نفسك فيها، الحاجه ان انت هتبقى فاكر ساعتها لا ده الحاجه اللي انا بدور عليها، انا هقدر ادي جامد لما اكبر في النقطه دي. انا الموضوع ده حصل معانا شخصيا، انا كان عندي 14 سنه او 15 سنه، كنت مشتت جدا مش عارف هدخل كليه ايه لما اكبر. شويه اقول لا خلاص انا هدخل هندسه عشان اشتغل مع والدي لما اكبر، لا انا هدخل بترول عشان فلوسها كتير، لا انا هدخل صيدله، انا هدخل لغات وترجمه اشتغل مترجم لما اكبر. مفيش حاجه معينه، كل حاجه في اتجاه. لحد ما مره واحد صاحبي جه قال لي في سيشن عن البروجرامينج، انتدكشن تو بروجرامينج، هنتكلم بروجرامينج بيعمل ايه وكده. قلت له لا يا عم بروجرامينج ايه ومش عارف ايه، بعد كده يعني هعمل ايه، هدخل كمبيوتر ساينس، هفتح سايبر لما اكبر يعني وسط ويندوز للناس ولا اعمل ايه مش فاهم. قال لي يا عم تعالى احضر ومش عارف ايه، ورحت حضرت فعلا. اليوم ده من الايام اللي غيرت في حياتي كتير جدا، حسيت لا كان في حاجه ضايعه مني ولقيتها في اليوم ده. الموضوع شدني جدا وحمسني جدا، وفعلا كان في 2013 الكلام ده، بدات بروجرامينج من ساعتها كملت فيه، وانا في ثانيه ثانوي كان مستواي الحمد لله عالي جدا في البروجرامينج، دخلت ثانويه عامه كان كل ما يعني اتخاذل عن المذاكره شويه افتكر هدفي، يعني عايز ادخل كمبيوتر ساينس وعايز ابقى حاجه كبيره في المجال ده. الحمد لله ثانويه عامه جبت 95%، كان جاي لي كليه هندسه عين شمس، لا انا عايز كمبيوتر ساينس فدخلتها حتى المجموعه اهل مجموعها اقل، وفي ناس كتير جدا وقفت قدامي يا ابني خش هندسه اسمك مهندس وهتبقى في نقابه المهندسين وليك مميزات، لا صممت على هدفي ودخلت كمبيوتر ساينس. دخلت الكليه الحمد لله في سنه ثانيه دلوقتي، وانا في سنه اولى وفي سنه ثانيه، في حين ان اغلب زمايلي كانوا بيتعلموا لسه اساسيات البروجرامينج، انا الحمد لله كان بيجي لي اوفرز في شركات بفلوس تعجب اي طالب، اي طالب بيتمناها فعلا. والشركات الحمد لله هي اللي كانت بتوصل لي، مش انا اللي بقعد اكلمهم واقول لهم لا انا كويس مش عارف ايه، هم كانوا بيوصلوا لي الحمد لله. اللي شدني جدا في موضوع البروجرامينج لما بدات اتعلمه انه فعلا لقيت انه داخل في حاجات كتير جدا في حياتها، اي تكنولوجي جديده بتطلع، اي تطور بنعمله في اي مجال البروجرامينج غالبا يبقى داخل فيه. في الصناعات بانواعها العسكريه، الصناعات الطبيه، في اجهزه طبيه دلوقتي شغاله بسوفت وير معين، في حاجه زي امازون جو اعتقد كتير جدا منكم سمع عنها. امازون جو عباره عن سمارت شوبينج سيستم زي ما هنشوف دلوقتي.
4 years ago, we started to wonder, what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously. حاجة طبعا سمارت جدا، حاجة زي كده من غير البروجرامين ما كانتش تبقى موجودة خالص. قيس على كده بقى حاجات كتير جدا، حاجة زي الطيارات من غير طيار، العربيات اللي موجودة دلوقتي من غير درايفر، انت بتديها ديستنيشن معينة، هي بتتحرك تروح للديستنيشن دي لوحدها، لو في إشارة مرور هي بتقف، لو حاجة قابلتها في الطريق هي بتتفاداها وكامل طريقها عادي جدا. لو واخدين بالنا يوم بعد يوم البروجرامينج بيزيد في حياتنا، استخداماته بتزيد. ده ينقلنا نقطة تانية مهمة جدا، ليه ما نحاولش من دلوقتي نخلي الطلاب يتعلموا البروجرامينج من هم في مدارس؟ واتيفر المجال اللي هيدخلوا فيه لما يكبروا، فعلا هيبقوا قادرين يغيروا فيه جامد جدا ويعملوا تطور فيه كبير جدا. ولما نتكلم عن تعليم البروجرامينج في المدارس فده ليه طرق كتير جدا. أول طريقة أو أهم طريقة من وجهة نظري إن إحنا نشيل حاجات ملهاش لازمة بناخدها في المدارس ونحط مكانها كونتنت قوي عن البروجرامينج، حاجة مثلا زي حصة الكمبيوتر. اللي كلنا بنقضيها في الجيمز، انا كنا في المدرسه كنت بلعب ميدل مع اصحابي في حصه الكمبيوتر. ليه نضيع حصه الكمبيوتر في حاجه زي كده؟ طب ما نشيل الكونتنت الضعيف ده ونحط مكانه كونتنت قوي في البروجرامنج، يدي للطلاب باك جراوند كويس عن البروجرامنج، يقوموا متخرجين يحاولوا يعملوا امبلمنتيشن للبروجرامنج في المجال اللي هم فيه. احنا فعلا لو عملنا كده هنخرج طلاب متقدمين جدا علميا في اي مجال، طلاب يقدروا يغيروا فعلا جامد جدا، يعملوا طفره في اي مجال هيدخلوا فيه. نصيحه اخيره، من دلوقتي حاول تحدد انت عايز ايه، حاول تشوف دماغك بتحب ايه، حط لنفسك هدف في حياتك وحط باث تمشي فيه عشان تحقق الهدف ده. اكيد هتحس في لحظات انك فاشل، انك محبط، لا خليك قوي، خليك مؤمن في نفسك، خلي كل احباط يجي لك هو بدايه جديده لنجاح جديد. ولو ربنا كرمك في يوم من الايام وبقيت متميز في حاجه معينه، عندك علم مش عند الناس اللي حواليك، متميز عن زمايلك في المدرسه او في الكليه في حاجه معينه، اوعى تتكبر على حد علشان حاجه زي كده. ما تبخلش على حد المعلومه، ساعد غيرك زي ما غيرك ساعدك. علمكم الله ما ينفعكم ونفعكم بما تعلمتم وزادكم علما. شكرا.